بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نبتدي النهارده الكورس بتاع كارديو ايميجنج، وده ان شاء الله هيبقى على اليمين، وبيشمل جزء على الكارديو ايميجنج بالنسبه للقدم يوم والبديات يوم تاني، ويمكن ده يعتبر الكورس الرابع بالنسبه لنا. احنا حاولنا نبتدي نعمل كورسات وقاسين كانها ابتدت انترستنج، انها بتزود النولج بتاعنا، بنبقى كونتاكت مع الناس اللي في الصحه، الناس اللي عندها فضل بيتعلموا في ايه المحاضرات، فعايزين كانت دي حاجه كويسه. وفي نيتنا ان شاء الله نعمل في المستقبل حاجات ثانيه، السنه الجايه لها هننظم يعني ان شاء الله كورسز اكتر. احنا طبعا بيكون معانا الدكتور محمود نحاس، وده طبعا استاذنا معلمنا، يمكن هو اول واحد عامل الكارديو باسكلار ايميجنج وتشيست ايميجنج، واحنا اتعلمنا على دي حاجات كتير يعني، ما نقدرش ننسى افضاله يعني. وكمل الموضوع ده طبعا الدكتور صلاح معاه في نفس المجموعه، ويمكن المجموعه بتاع الكارديو يمكن الواحد بيحسدها مجموعه الكارديو باسكلار، ان فيها كل الشباب الكويسين والناس الجداد. حتى كل ما اتكلم مع الدكتوره مها اقول ان هم عاملين ايه، عاملين شغل احسن ناس، او دايما لما اجي الشغل مثلا اجي الشغل الساعه 9 اجي ابص الاقي المجموعه بتاع الكارديو كل الناس متواجدين وبيتخانقوا بحيث انهم يعملوا الشغل مقارنه بالايه بالوحدات الثانيه. وطبعا ما ننساش طبعا الدكتور طارق الدياسري، هو معانا بالنسبه للجمعيه، هو عامل سبورت لينا ان شاء الله، وهم يعني متوقع هو والدكتور حسام هيقولوا لنا بقى يعني خلال الفترة الجاية دي هيعملوا الكورس بتاع اليوم الجيولوجي، وإن شاء الله يكون هيبقى في المسالك. فإحنا هنحاول نعمل بحيث نوع إن شاء الله رمضان هنوقف بحيث يبقى ستارتنج على بداية العام الدراسي. وطبعا ما نقدرش ننسى الدكتورة مها والمجهود اللي هي إيه اللي عملته في هذا الكورس، وطبعا الدكتورة نهاد فودة اللي هي رئيسة المجموعة الحالية. فأي ثينك إن هو المجموع بقى في اتجاه إن هو الشغل يبقى إيه مجموعة، ما عادش يبقى يعتمد على شخص واحد، يحاول يبقى في تواصل يعني في الأجيال، بحيث يبقى طبعا أساتذتنا زي الدكتور محمود نحاس والدكتور صلاح طنطاوي موجودين معانا، والدكتورة مها موجودة، والأجيال الجديدة. فدايما الكورس بيشمل محاضرات من جميع إيه من جميع الأطياف، وعلى الله الناس إنها إن شاء الله تبتدي إيه تستمتع بهذه الكورس. شكرا. ممكن الدكتور محمود يقول لنا كلمه عن الكورس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين جميعا. الحقيقه كانت دي مشكله بتقابلنا من 40 سنه، ان احنا ما تعلمناش لما جه الالترا ساوند نعمل الترا ساوند على الهارت، وحاولنا من حوالي 35 سنة إن إحنا نسجل ثلاث رسائل عشان نتعلم الألترا ساوند على النهار، منهم الأستاذ الدكتور مجدي ستين، والكلية رفضت اسم الكارديولوجي رفض، واسم بعد الموضوع ده ب 10 15 سنة، سنة 90 لما جالنا السي تي حاولنا نتعلم الكوروناري أنجو أو القسطرة، وجاء أستاذ من القصر العيني في مستشفى البطنة ب 2006 2007 وحاول يعلمنا، رفضوا إن احنا نتعلم هذا. فكانت مشكلة إن احنا مش قادرين نتطور، يعني احنا وصلنا لمرحلة بنعمل البليه والليفت لاترال أو رايت أنتيريور أوبليك وسبيريوم ونشخص فيه، غالبا بيبقى تشخيص صح، انما في حالات بتبقى مش قادرين نوصل لها. ففرصه ان لما يبقى عندنا سي تي وشباب انترستنج، وان احنا هنرفع المستوى هنختم العيني، وربنا يوفقكم جميعا. شكرا. شكرا دكتور محمود، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ممكن الدكتور احمد عبد المجيد اللي هو اي مجهود فائق هو الدكتور معه، واحنا فعلا حاولت على الدكتور محمود ان انا استرس على الكارديو، وكان دايما مشكله الكانسر الاطفال الصغيره، فانا كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا عندي افكار كويسه ان تحتفظ بيها دايما، ان انا ازاي اعلمهم الكونفجريشن بتاع الهارت، وان احنا نشخص نزيد الهارت ازاي. فيا ريت يكون
انا ما اعرفش الكلمه انتهى على ايه، انما يا ريت يبقى حاجه للفقر. هو في النهارده بكره ان شاء الله وربنا يكرمنا. شكرا دكتورنا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعا، واحييكم وبشكر كل الزملاء هنا في القسم والدكتور احمد والدكتور مها على مجهودهم. وانا ببقى سعيد لما يعني في الفتره اللي فاتت ثلاثه سب سبيشاليتي كورسز اتعملت، ده اتجاه جيد جدا. واحنا دايما يعني كان دايما في مشكله الناس بتطالبنا بيها في الجمعيه، هي تعدي التخصصات الثانيه على مهنه الاشعه، والناس اللي هم مش راديولوجيست بيشتغلوا شغلنا وبيطالبوا ان القوانين نطالب نعملها ونعمل لوائح وبتاع. احنا بنطالب يعني انا رايي ان هو في شقين، شق ان انا احاول من ناحيه اللوائح والقوانين وكده، وده بيبقى ساعات صعب، وفي الظروف الحاليه تغيير الحاجات مش بسهوله. الاهم منه في رايي ان انا اقوي نفسي بحيث ابقى انا منافس قوي، وانا املك من المعلومات الفيزيشن اللي هو في نفس التخصص بتاعي ما يعرفهاش، بحيث انا اخد منه التخصص اللي هو بيحاول ياخده منه. فهو الجزء ده ما يجيش غير بالسب سبيشاليتيز، وان يبقى في بعد كده يونتس رسميه في الاماكن احنا بنطالب بيها برضه، بحيث ان مع الوقت ممكن يبقى في يونتس لها وظائف محدده في الجامعه، ان يبقى ده هياخد وظيفه بعد كده للطبيب اشعه انترفنشن راديولوجي، اشعه كارديك ايمجينج، اشعه ماسكوسكيليتال، وهكذا. مع الحاجات دي احنا برضو بنحاول نعملها في الاماكن، وبنحاول نعملها الجمعيه تعمل لها سبورت. واحنا برضو بمناسبه الكارديك ايمجينج ان شاء الله احنا عاملين حاجه جيده برضو في الجمعيه، ان احنا عملنا برانش سوسايتيز كلها افلييتد للجمعيه المصريه. وكان من الاوفق من الاول انا بس قبل ما انا اكون موجود في الجمعيه كان في ناس عملت حاجات لوحدها، يعني وومن هيلث لوحده، انترفنشنال لوحده، ده كان من المفروض كله انه يبقى تابع للجمعيه الام. احنا دلوقتي عملنا سب جروبس للالترا ساوند والبيدياتريك ايمجينج والكاردياك ايمجينج، الدكتور روحي طنطاوه اللي ماسك السوسايتي والكاردياك ايمجينج. واحنا برضه هنبتدي، احنا بيبقى لنا تو انوال ميتنجز في السنه، بيبقى واحد جنرال زي اللي جاي اللي هو هنعمله مع البان ارب اسوسيشن اوف راديولوجيكال سوسايتيز في اسكندريه في 24 27 ابريل. المؤتمر الثاني هنخليه سب سبيشاليتي ميتنج، فاللي جاي ان شاء الله هيكون في الخميس والجمعه الاولانيين من اكتوبر، اللي جاي ان شاء الله هيبقى كارديك ايمجينج، على اساس برضه الناس تبتدي من دلوقتي تجهز له. هيبقى ان شاء الله في الفيوم، وهيبقى كاردك انجين بس، يعني هنعمل كل سنه واحد سب سبيشالتي ان شاء الله، وبالتوفيق باذن الله ان شاء الله. شكرا لك. نشكر الدكتور باول، نبتدي بقى فعاليات الليل. شكرا.